السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام والأزهري. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أولى مراجعات مادة الاستاتيكا، وهنبدأ بأول درس موجود في مادة الاستاتيكا. طبعا كلنا عارفين الدرس بيتكلم عن الاحتكاك. طيب، مش حابب إن أنا أطول على طول وأخش على طول معاكم على التعريفات المهمة في درس الاحتكاك، بس لابد انك تكون عارف ان الاحتكاك حاجة من غيرها انت ما كانش هيبقى لينا ثبات موجود خالص على سطح الارض، لانه الاحتكاك دوت بيساعدك وانت في حركتك ماشي على سطح الارض انك ما يحصلكش عملية انك تنزلق طول ما انت ماشي على سطح الارض. فدي قوة ربنا عطاها لنا في الطبيعة، قوة موجودة يعني انت دايما وانت موجود كده في الطبيعة، لو جيت حتى تحاول تمشي على سطح الجليد هتلاقي نفسك مالكش ثبات خالص على سطح الجليد، هتلاقي دايما نفسك بتتزحلق، صح كده؟ طيب، يبقى بدون قوة الاحتكاك ما كانش هيبقى موجود لينا ثبات خالص موجود على سطح الارض اللي انت بتمشي عليها. طيب، وبالتالي قوة الاحتكاك ديت هي قوة من انواع المقاومة اللي بتجعل الجسم دايما وانت موجود في حالة اتزان، يعني من القوة اللي بتحاول تكون معانا الاتزان او بتكون معانا معادلات الاتزان، لانها قوة تعتبر احد انواع قوة المقاومة. طيب، لو جينا بقى حبينا نعرف ايه هي قوة الاحتكاك، وبالمناسبة قوة الاحتكاك دي احنا بنربط لها بالرمز ح، هنقول هي قوة تحاول منع الجسم من الحركة وتكون دايما في عكس اتجاه الحركة، تحاول منع الجسم من الحركة وتكون دايما في عكس اتجاه الحركة. وبالتالي ممكن نديها برضو تعريف تاني، نقول هي قوة كامنة ما بين أي جسمين خشنين متلامسين. يبقى هي قوة كامنة ما بين أي جسمين خشنين متلامسين، ما بتظهرش بقى إلا عند محاولة تحريك واحد فيهم على التاني. يبقى قوة الاحتكاك قوة كامنة بتمنع بتحاول هي بتعمل عملية محاولة لمنع الجسم من الحركة، يعني الجسم ممكن يكون بيتحرك وهي موجودة، صح كده؟ طيب، عندنا بقى تعريف تاني بيجي ورا قوة الاحتكاك اللي رمزها قلنا هنرمز له بالرمز ح. التعريف تاني بقى اللي هو قوة الاحتكاك النهائي، ودي بقى بناخد احنا واخدين جملة احتكاك دي بنفك الرموز اللي فيها، يعني ح احتكاك يبقى قوة احتكاك ح، خلاص أول حرف في احتكاك اللي هو بعد الألف والإيه؟ بعد الألف على طول ح. طيب، الرمز التاني بقى عندنا الكاف. إيه الكاف ده بقى؟ قال لك ده اسمه قوة الاحتكاك النهائي. طيب، امتى تظهر معايا قوة الاحتكاك النهائي؟ احنا بنقول ان قوة الاحتكاك النهائي هي اكبر قيمة للاحتكاك ويكون الجسم عندها متحرك او على وشك الحركة، يعني خلاص الجسم بقى هيبدأ يتحرك، يبقى دي بنسميها قوة الاحتكاك النهائي. طيب، وعندنا حاجة برضو في الدرس اسمها معامل الاحتكاك، انا بس حابب اصلي التعريف كده حتى خلاص هنروح نبص على التعريف مع بعض اهي على الشاشة قدامك على طول تاني من الاول اهي. قوة الاحتكاك هي قوة تحاول منع الجسم الحركة وتكون في عكس اتجاه الحركة لا يميل الجسم فيه الى الحركة طبعا. اما قوة الاحتكاك النهائي ودي رمزها كاف، هي اكبر قيمة والقيمة العظمى زي ما بنقول كده لقوة الاحتكاك، ويكون الجسم عندها على وشك الحركة. معامل الاحتكاك وده رمزه ميم، هو النسبة بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي، واكيد كلنا عارفين التعريف ديت وحافظينها صم. ومنها بقى لو انا عندي جسم اهو محطوط على سطح الارض وانت بتسحبه عن طريق قوة شد قاف، فالجسم طبعا هنا في محللته هتاخد القاف دي، طبعا لو كانت قوة مايلة هتحللها في الاتجاه ده، قاف جتا هي لو الزاوية دي اسمها هي، وفي الاتجاه ده اسمها قاف جاي. اما الجسم ده هو على سطح الارض بيضغط بوزنه لاسفل ورد الفعل لاعلى، في عكس اتجاه الحركة، لان اتجاه الحركة هيبقى الناحية دي ناحية القوة ما بتشد، تمام كده، او بتسحب الجسم دوت ناحيتها، هيبقى هنا في حاجة اسمها قوة احتكاك ورمزها ح. اما اذا كان بقى الجسم خلاص اتحرك فبنسميها كاف اللي هي قوة الاحتكاك النهائي. طيب، ده مستوى خشن، رد الفعل دايما في المستوى الخشن مش عمودي يا مستر، تمام عندك حق، وبالتالي انا هنا رد الفعل مجهول الاتجاه وديته الاتجاه ده مثلا، حللت رد الفعل لكام قوة؟ لقوتين، واحدة اسمها ري وواحدة اسمها ح. يبقى تاني ح دي وره دي نتيجة تحليل رد الفعل بتاع المستوى الخشن اللي هو مجهول الاتجاه. طيب، اتحللت ر وكاف، ر في اتجاه عمودي على الحركة،
اما ح في اتجاه عكس اتجاه الحركه اللي هو لو انا همشي ناحيه اليمين يبقى احط ح على الناحيه اليسرى. طيب معامل الاحتكاك اتفقنا هو النسبه بين قوه الاحتكاك النهائي ورد الفعل الايه العمودي، وبالتالي م اللي هو معامل الاحتكاك بيساوي ك على ل، احتكاك نهائي على رد الفعل الايه العمودي مش رد الفعل المحصل. طيب اللي بعد كده عندنا رد الفعل المحصل بقى نفسه اللي هو الريل شرطه. دلوقتي انا هرسم رسمه وهوريك، بس انا حابب استعرض معاك بس الدرس كده بتعريفاته الاول. قال لك رد الفعل المحصل هو محصله ما بين رد الفعل العمودي وقوه الايه الاحتكاك، وبالتالي كان لينا قانون في المحصله السنه اللي فاتت لاي قوتين متعامدتين ده بيساوي ايه؟ قاف واحد تربيع اللي احنا هنسميها ر زائد قاف اتنين تربيع اللي احنا هنسميها كاف تربيع، وكاف طبعا اللي هي عباره عن ميم تربيع في ر، وان اخذنا ر تربيع عامل ايه؟ مشترك، فيبقى بره الجذر تخرج ب ر بقى تحت الجذر واحد زائد ميم تربيع، يبقى ر شرطه بقت بتساوي ر في جذر واحد زائد ميم تربيع. اما زاويه الاحتكاك فهي الزاويه المحصوره ما بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل، ودي بتكون في حاله الايه؟ الاحتكاك النهائي. وخلي في بالك بقى ان دايما معامل الاحتكاك بيساوي ظل زاويه الاحتكاك، يعني ميم اهي تحت مكتوبه بتساوي ظا لام، ميم بتساوي ظا لام اللي هو معامل الايه؟ الاحتكاك. طيب لان طبعا باخد ظا لام باخد المقابل على الايه؟ على المجاور، فالمقابل هيبقى كاف والمجاور هيبقى ر. طبعا كلنا عارفين الكلام دوت بس احنا بنراجع عليه مره ثانيه. اخيرا بقى هنا في المعطيات اللي عندنا، اذا كانت هي ديت زاويه، بالمناسبه دي جت من قيمه سنه في امتحانات المستشار اللي هي الاكمل، بتيجي دايما في الاكمل، يجي يقول لك كده اذا كانت هي زاويه ما بين قوه الاحتكاك النهائي ورد الفعل المحصل فإن قياس زاوية الاحتكاك تساوي إيه؟ تساوي 90 ناقص إيه؟ طب ليه؟ لأن إحنا قلنا إن قياس زاوية الاحتكاك هي الزاوية المحصورة ما بين رد الفعل العمودي، خلي بالك، ورد الفعل الإيه؟ المحصل، لكن أنا بقول لك هنا هي ما بين قوة الاحتكاك النهائي يعني تحت ورد الفعل المحصل، يبقى اسمها إيه بقى؟ هي، يبقى الزاوية اللي على الناحية التانية بقيتها من ال 90 يبقى اسمها 90 ناقص هي. وبالتالي هنا معامل الاحتكاك هيساوي ظاطا هي، لان ظاطا 90 تتغير تبقى ظاطا هي. طيب اذا وضع جسم على مستوى خشن وكان على وشك الانزلاق تحت تاثير وزنه بس، وزنه فقط، فبيقول ان قياس زاويه ميل المستوى هي قياس زاويه الاحتكاك. طيب قبل ما نشوف المستوى المايل تعالى عايز اعرفك برضو الشغل بتاعنا دوت هيمشي ازاي. فنيجي نرسم كده مستوى اهو الاول ونحط عليه جسم اهو، ده المستوى اللي عندنا. هنيجي بقى نضع هنا جسم اهو، الجسم اللي انا هاجي احطه هنا دوت بالمنظر ده كده، الجسم دوت هنا بيأثر لاسفل، انت على طول بتقوم عامل حرف الزائد، يعني انا هعمل حرف الزائد اهو عشان انت تشوفه بلون تاني اهو، حرف الزائد ده كده اوتوماتيك انت كده على طول بتقوم عامل كده وتقوم جاي عامل لي هنا كده بالمنظر ده كده، ده حرف الزائد. ايه بقى اللي انت عملته ده يا مستر؟ هقول لك حاله. اللي انا عملته ده انا عايز احلل القوه كلها مؤثره على الجسم، ففي هنا رد فعل وفي هنا وزن، وانا بشد الجسم ده بقوه هنا كده اسمها قاف، الجسم اللي انا هظلله ده بقى بسحبه الناحيه دي كده بقوه اسمها ايه؟ قاف. ففي عكس اتجاه الحركه تظهر قوه احتكاك. ليه؟ لان ده مستوى خشن، خشن بقى بالمناسبة بنيجي نقوم مظللين تحت ده كده أهو عشان يبان إن ده مستوى خشن، لأن في نوعين أنواع مستويات، في مستوى أملس وفي مستوى عندنا بنقول عليه إن هو إيه؟ خشن بالمنظر ده كده. فبتظهر الناحية التانية هنا على طول إذا كان اتجاه الحركة كده في الطرف دوت كده أهو، نعملها تاني أهو بخط أهو، اتجاه الحركة الناحية دي كده أهو السهم بتاعنا كده، ده بنسميه الاتجاه المحتمل للإيه؟ للحركة اهو كده وكده، ده اسمه الاتجاه المحتمل للايه؟ للحركه. يبقى ده اتجاه، ده سهم بيعبر عن اتجاه الايه يا اولاد؟ الحركه. طيب اتجاه الحركه ناحيه الايه؟ اليمين. احط انا الاحتكاك بتاعي بقى فين؟ ناحيه الشمال عكس اتجاه الحركه، يبقى ده احتكاك، قوه الاحتكاك ما بين بقى ر وكاف. في هنا عندنا ضلع كده اهو باللون اللي جاي ده كده اهو، ده اسمه رد الفعل المحصل اللي هو الريه شرطة، اللي هو رد فعل اصلا المستوى الخشن. ريه ايه؟ ريه شرطة. ما بين رد الفعل العمودي ده
ورد الفعل المحصل ده كده، دي اسمها زاوية الاحتكاك اللي احنا بنرمز ليها بالرمز ايه؟ بالرمز ايه؟ وبالتالي هنا يا اولاد لو انا حابب احسب كاف قوة الاحتكاك، كاف بتساوي ايه؟ قالك كاف هنا بتساوي ميم فري، يبقى كاف عندنا هنا اهي بتساوي ميم فري، معامل الاحتكاك اللي هو معامل المستوى دوت فري رد الفعل الايه؟ العمودي. طيب او اللي احنا نقول بقى ان معامل الاحتكاك ده بيساوي ايه؟ بيساوي كاف على ري. معامل الاحتكاك هنا بيساوي كاف على ري. طيب معامل الاحتكاك بقى حضرتك بتقول ان هو بيساوي ظل الزاوية. ايوه، يبقى معامل الاحتكاك هنا بيساوي ظل الايه؟ الزاوية. طب ليه بقى معامل الاحتكاك على المستوى الافقي بيساوي ظل زاوية الميل على المستوى؟ ساعات يعني بيبقى معامل الاحتكاك بيساوي ظل الايه؟ الزاوية. ده إذا كانت الحركة بتتم على وشك الانزلاق على مستوى مايل، على مستوى إيه؟ مايل، تحت تأثير الوزن بس، تحت تأثير الإيه؟ الوزن بس. طيب أو إن معامل الاحتكاك هنا بيساوي إيه بقى؟ ظل الزاوية اللي هي زاوية الاحتكاك اللي إحنا قلنا عليها محصورة ما بين ر ور إيه شرطة اللي هي ظا ه ديت، يبقى معامل الاحتكاك أهو بيساوي ظاهي. يبقى دي حاله، بس ديت الحاله الاولى على المستوى لما يكون المستوى بتاعي مستوى ايه؟ مستوى افقي زي ما انت شايف كده. طب ليه بقى؟ لاحظ كده ان زاويه هي ديت لو انا جيت قفلت ده كمثلث كده ديت هنا انا ممكن انقل عليها كاف اهي، انقل عليها كاف، يبقى دي كاف. ظل الزاويه كاف هي ديت بتساوي ايه؟ المقابل اللي هو كاف على المجاور اللي هو مين بقى هنا؟ اللي هو رد الفعل، اللي هو رد الايه؟ اللي هو رد الفعل ده. وبالتالي هنا ظا هي بتساوي المقابل كاف على ر، يبقى معامل الاحتكاك هو ظل الايه؟ الزاويه، هو ظل الزاويه. تمام. طيب بعد كده لو جينا استعرضنا المستوى المايل، المستوى الايه؟ المايل، يبقى انا عندي مستوى مايل اهو بالمنظر ده كده، وطبعا هنا في المستوى دوت جينا حطينا هنا جسم، وضع جسم بيقول لي اهو كده، بالمنظر ده كده. طيب برضو هنا بتيجي اول حاجه بتعملها، طبعا انت عارف ان وزن الجسم جاي راس الاسفل، بس الوزن عندنا هنا بيتحلل، بيتحلل لكام قوه الوزن؟ بيتحلل لقوتين في اتجاه ايه؟ في اتجاه متعامد اهو. فنيجي نعمل حرف الزائد على طول كده من غير ما تفكر فيها، كده كده وكده، بس ده الكلام ده على مستوى ايه؟ مايل. خلي في بالك ان ده اسمه خط اكبر ميل. تمام. طيب في خط اكبر ميل بقى اللي احنا شغالين دلوقتي عليه دوت، لو جينا حللنا الوزن، قوه الوزن، فتتحلل هنا اسمها واو جتا هي، وتتحلل هنا الى واو جا هي، حسب ما احنا درسنا تحليل قوتين في سنه تانية ثانوي. درست حاجه اسمها تحليل قوه في اتجاهين متعامدين، فقلنا مطرح ما الزاويه تمام حط جيب الايه؟ التمام. طبعا الزاويه ديت اهي هتساوي زاويه ميل المستوى اهي بالمنظر ده كده. ليه؟ لانه دي زاويه خارجه عن الشكل، عن المثلث اللي قدامي، دي زاويه خارجه عن المثلث. بتساوي ايه يا جماعه؟ بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين. طب ما هي دي ب 90 ودي بكام؟ ب 90، يبقى دي بهي ودي بهي، بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره لها ديت ماليش دعوه بيها، يبقى دي بتساوي دي دايما. يبقى لما اجي احلل الواو دوت احلله هنا الى واو جتا وهنا الى واو جا. تمام. وهنا طبعا رد فعل، انا بقول الحاجات اللي انت عارفها، انت كده كده عارف الحاجات دي، انا عارف رد الفعل. طيب اذا كنت انا بقى حاطط الجسم ده ومش باثر عليه بالناحيه الثانيه بقوه، فالجسم دوت على وشك ايه؟ على وشك، انا هتقل على الجسم اهو عشان يبان معايا اهو، على وشك الانزلاق تحت تاثير وزنه. الجسم دوت على وشك الانزلاق تحت تاثير وزنه فقط، تحت تأثير وزنه ايه؟ فقط. وبالتالي لو هو هينزلق لأسفل يبقى أحط الناحية التانية كاف. أحط الناحية التانية ايه؟ كاف. طب تعالى كون لي المعادلات كده اللي ممكن تكونها هنا. دايما هنا بتاخد المعادلة اللي مع نفس اتجاه السهم. السهم اتجاهه الأسفل. يبقى بتاخد واو جاهي تبدأ بيها، يبقى بتقول لي كده واو جاهي هتساوي. هتساوي ايه بقى الناحية التانية؟ هتساوي كاف.
طب ما هو انا عارف انه كاف دي بتساوي ايه، كاف دي بتساوي ميم ضرب ري، لسه قايلين دلوقتي كاف بتساوي ميم في ري. طب وبالتالي هنا واو جاهي هتساوي ميم ضرب، ما هو انا عندي ان اللي فوق برضو بيساوي اللي تحت، يبقى عندي معادلة تانية هنا بتقول ان ر بتساوي واو جت اهي، كلنا عارفين كده. طيب يبقى يمين بيساوي شمال وفوق بيساوي تحت على طول كده، يبقى هاجي اشيل ر واكتب مكانها واو جت اهي، وبالتالي واو تحذف مع واو لان هقسم عليها، وهاخد الجا على الجتا، يبقى هكتب كده مين بقت بتساوي لوحديها بقى جاهي على جتا اهي، وبالتالي هنا جا على جتا اللي هي ظاهي فأصبح معامل الاحتكاك يساوي ظل زاوية الميل على الايه؟ على الافق، ده إذا كان الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط. فنقول كده بقى بالعربي أن قياس زاوية ميل المستوى اللي هي اهي، لانه انا طبعا قايل ان ظاهي بتساوي ميم، وطبعا ميم ديت اللي هي زاويه الاحتكاك اللي انا سميتها مثلا لام، فالظاهر تروح مع الايه؟ مع الظاهر، فاصبحت زاويه ميل المستوى على الافقي اهي دي بتساوي ايه يا جماعه؟ بتساوي قياس زاويه الاحتكاك. سهل ده الإثبات بتاعها، ده الإثبات بنسبة إن زاوية ميل المستوى الأفقي بتساوي قياس زاوية الإيه؟ الاحتكاك. طبعا موضوع من الموضوعات السهلة وما فيهوش أي حاجة. طب نرجع تاني بقى للكلام بتاعنا، وهنا الإثبات برضو بتاعها موجود أهوت قدامك. يبقى إحنا درسنا دلوقتي التعاريف بتاعة الدرس، وقدرنا ناخد إن الجزئية الأخيرة عندنا انه زاوية ميل المستوى امتى تساوي زاوية الاحتكاك؟ لما يكون الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط. وبالتالي ميم قلنا بتساوي ظا لام، يعني ليه بتساوي لام؟ لو ده على تأثير ايه؟ تحت تأثير وزنه بس. ايه اللي انا كنا مسمينها طبعا هي في المرة اللي فاتت. طبعا لو كان بقى الزاوية دي اصغر من لام، يعني زاوية الميل اصغر من زاوية الايه؟ الاحتكاك، يكون الجسم ساكن وليس على وشك الايه؟ الحركة. اما اذا كانت اكبر يكون الجسم متحرك لايه؟ لاسفل. طيب هشرح لك دي دلوقتي حالا، بس بعد ما اقرا قانون المحصله اللي انت خدته السنه اللي فاتت، انه قاف اللي هي محصله، لما اكون انا بشد الجسم دوت او باثر عليه بقوتين، يبقى اذا المحصله هنا بتكون طبعا ما بينهم زاويه اسمها ايه؟ محصله، بتساوي ايه؟ قلنا قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا الزاويه. وهنتعرف بعد كده ان زاويه الميل بتاعت المحصله على اي من القوتين ولتكن على القوه الاولى، يبقى ببدا باللي انا ما جبت السيريتها اللي هي القوه الثانيه في جاي على القوه الاولى زائد القوه الثانيه في جتا ي، ده زاويه ميل المحصله على احد القوتين. طيب ساعات بيطلب ديت عشان اقدر احدد بيها اتجاه الحركه، اتجاه الايه؟ الحركه، فبقدر اجيبه عن طريق القانون ده. طيب ومعامل الاحتكاك دائما في المساله ثابت، وده يجب طبعا اللي احنا نشوف الوزن والقوه المؤثره ورد الفعل فين بالظبط، ده عن طريق ممكن ساعات قاعده ايه؟ لامي في بعض المسائل اللي هي بتعتمد على الاثباتات. طيب مع اول مثال، بس قبل ما اقول اول مثال برضو حابب ان انا اخد المثال، ها هنشرحه من هنا وهناخده ونرسمه مع بعض واحده واحده ونطلع منه المعادلات بتاعته، ها ونشتغل عليها واحده واحده. اول مثال بيقول لي ايه بقى؟ وضع جسم وزنه 22 سكر كيلو جرام. طبعا دي حصه فيها 10 اسئله في الدرس بتاع الاحتكاك، هراجع بيهم على افكار الدرس كلها باذن الله، وان شاء الله ما يخرجش عنهم امتحان اخر العام. وضع جسم وزنه 22 سكر كيلو جرام على مستوى افقي خشن، واثرنا فيه بقوه افقيه مقدارها 11 سكر كيلو جرام، فجعلته على وشك الحركه. يبقى ممنوع انك تكتب هنا ح خالص، لانه الجسم قلنا على وشك الحركه، ودي بنقول فيها الاحتكاك اصبح نهائي، يعني وصل لقيمته العظمى. طيب يبقى لازم اكتب هنا كاف. بيقول لي احسب معامل الاحتكاك واذا استبدلت هذه القوه. قلت له لا، قبل ما نستبدل بقى هذه القوه تعال نشوف الحاله الاولى. ادينا حطينا الجسم بتاعنا وبيأثر بوزنه الاسفل 22 وفوق رد الفعل، على اليمين حطيت القوه قاف اللي هي بتساوي 11، على الشمال بحط الكاف اللي هي بتساوي مين في ايه؟ مين في ري، ودي مساله مباشره.
طبعا هنا هتاخد يمين بيساوي شمال على طول، وفوق بيساوي تحت، يبقى ر هنا بكام على طول؟ ب 22 سكر الكيلو جرام. طب وقاف اللي هي ب 11 هتساوي ايه؟ هتساوي مين في ر؟ طب ما انا عندي ر ب 2 وكام؟ ب 22، يبقى اقدر اجيب معامل الاحتكاك، يبقى 11 بتساوي 2 ر، يعني قصدي 2، طبعا هنا ر ب 22، هنحط ر بقى ب 22 يبقى بتساوي 11، يبقى م في 22 بتساوي 11، يبقى م بتساوي 1 على الكام؟ على 2. كده جبنا معامل الاحتكاك. اذا استبدلنا بقى هذه القوه بقوه ثانيه مقدارها مش عارفينه، بحيث بقى القوه الثانيه دي بتميل على الافق بزاويه جيبها كام؟ 3 على 5، فاصبح الجسم على وشك الحركه. احسب مقدار هذه القوه ومقدار رد الفعل. فنيجي اهو في الحاله الثانيه، حطينا القوه بتاعتنا مايله على المستوى بزاويه قياسها ايه، فجينا حللنا القوه الناحيه دي تبقى مطرح ما تنام، قلنا قاف جتا، والجتا طبعا هو كان قايل لي ان الجاه ب 3 على 5، يبقى الجتا هي بكام؟ ب 4 على 5 طبعا مثلث فيثاغورس، يبقى دي 4 على 5 قاف، وفوق هنا 3 على 5 قاف. فبنيجي ناخد يمين 4 على 5 قاف هتساوي شمال، هتساوي معامل الاحتكاك في ر يبقى نص ر. ما احنا جبنا معامل الاحتكاك، وخلي بالك ان معامل الاحتكاك ثابت طول المساله بقى. ده هيساوي ايه بقى؟ فوق ر زائد 3 قاف هيساوي اللي تحت اللي هو 2 وايه؟ و20. ما عندي معادله اولى وعندي معادله ثانيه، باجي اعوض طبعا بالمعادله الثانيه في الاولى، اشيل ر طبعا واكتب مكانها 8 على 5، 2 في 4 ب 8 على 5 قاف في الاولى، فتبقى 3 على 5 زائد 8 على 5 قاف، فبتطلع معايا طبعا بتساوي 22، فبتطلع معايا منها ان القاف بتساوي كام؟ 10. بالتعويض هنا اشيل قاف واحط مكانها 10، 8 على 5 ضرب 10 تطلع بتساوي كام؟ 16، واقدر منها اجيب رد الفعل المحصل اللي هو ر شرط. طيب بدل ما نقرا المساله تعال نروح نحلها تاني مع بعض اهو، يبقى تاني واحده واحده. احنا بس خدنا فكره المساله، تعالى بقى كاننا هنراجع لسه عليها اهو من الاول تاني نحلها مع بعض. هنرسم مستوى اهو افقي، اجي احط على المستوى دوت الجسم بتاعي اهو بالمنظر ده كده اهو. طبعا هنا انا بسحب الجسم دوت هنا كده عن طريق قوه ايه؟ افقيه قاف، وفي عكس اتجاه الحركه هنا في الاحتكاك كاف. ليه حطيت كاف؟ لانه على وشك واحده واحده بقى الحركه. طيب احط هنا كده ايه بقى؟ احط رد الفعل ر، وتحت هنا احط الوزن اللي هو كان قايل لي عليه ب 22. اتجاه الحركه هيبقى الاتجاه الناحيه دي، بأمره ايه؟ بأمره ما حطيت كاف هنا، عكس اتجاه الحركه بحط كاف. طب هتيجي تقول لي ايه بقى في اللحظه ديت؟ هتيجي تقول لي كده اول حاجه ها انه قاف، اول معادله هتستنتجها قاف بتساوي كاف، المعادلة الثانية على طول جنبيها ر بتساوي 22. طب ما هو كاف ديت بتساوي مين في ر؟ وقاف دي هو مديها لي يا مستر في السؤال ب 11، أشيل كاف وأكتب مكانها م ضرب ر. ر اللي هي بكام يا ولاد؟ ب 22، يبقى الميم بقت بتساوي إيه؟ 11 على 22 يعني بواحد على الكام؟ على الاتنين. أديني كده جبت معامل الاحتكاك، سهلة مفيهاش حاجة. أدينا أول حاجة قدرنا نستنتجها مع بعض معامل الإيه؟ الاحتكاك. طيب جه قال لي بقى لو القوة دي أصبحت مش أفقية، لا قال لي أصبحت بتميل، يبقى هضطر أرسم رسمة جديدة. يبقى كل مطلوب يفضل طبعا إن أنا كل مطلوب هو يطلبه مني أعمل له رسمة، بس خلي بالك أنا واخد من مطلوب ميم، يبقى هستفاد بميم دي طول ما أنا بحل الإيه؟ المسألة بتاعتي. يبقى ميم بتساوي كام؟ نص. خلاص هنيجي بقى نحل المطلوب التاني واحدة واحدة، بما أن خلي بالك أول حاجة هبدأ أهو مين بتساوي ايه؟ بتساوي نص. هاجي ارسم برضو مره تانية اهو، واحط جسم هنا على المستوى دوت اهو كده الجسم بتاعي اهو، واجي اقول له كده الجسم دوت انا هنا اثرت عليه بقوه بتميل على الافقي زي ما انت شايف كده. في نفس الوقت هحط بقيه الكلام بتاعي كده وكده دقيقة واحدة بقى، وهناخد القوة دي ونحللها. هي قال لي مايلة على الأفق بزاوية إيه؟ قال لي بزاوية اسمها مديني جيب قياسها، جيب قياسها، يعني الجا وسميناها مثلا هي، قال لي 3 على 5، معروف طبعا يبقى منها إن الجتا هي بتساوي 4 على كام؟ على 5، بربع الوتر وربع المقابل وأطرحهم من بعض وآخد جذرهم
يبقى باربعة على كام؟ على خمسة. سهلة دي. طيب هاجي اخد القوة اللي هنا ديت واحللها في المكان اللي القوة مايلة عليه، موجود فيه الزاوية ديت، بحط جتا، يبقى هنا بقت قاف جتا هي. ما ينفعش طبعا خالص اتعامل مع قوة مايلة، ما ينفعش. والمايلة هنا بتيجي انت تعدلها زي ما انت شايف كده، فبتيجي تقول لي هنا قاف جتا هي، وفي الناحية الاخرى قاف جاهي. طيب يبقى كده انا اتخلصت من القوة المايلة وحللتها زي ما انت شايف لقوتين متعامدتين. هنا بقى في حاجتين دلوقتي، في قاف جاهي وفي رد الفعل، وفي عكس اتجاه الكلام دوت تحت، يعني الوزن اللي هو عندي بكام في السؤال بتاعي، الوزن هو بيساوي 22. الناحية دي طبعا في قوة الاحتكاك اللي هي عبارة عن ميم ضرب ري. طيب فبتيجي تقول لي مين اللي هو ده بقى كده هيساوي الشمال اللي هو مين في ايه؟ مين في ري اهو الجزء ده كده. يبقى هتيجي تكون اول معادلة، يبقى تقول لي قاف جتا هي هتساوي ميم ضرب ري. تعال نعوض، انا ما عنديش قاف، لكن عندي جتا هي باربعة على خمسة، وعندي معامل الاحتكاك بنص، لكنه ما عنديش ره المرة دي، ما عنديش ره المرة دي، فاضطر اكمل بمعادلة تانية اهي جنبيها، واقول له فيها انه قاف جاهي زائد ر بتساوي كام عندي؟ 22. عندي قاف برضو مجهولة، جا بتلاتة على خمسة، الكلام ده زائد ر اللي انا لسه مش عارفها، ده كله بيساوي كام عندي؟ 22. انا بسعى جاهدا ان انا اجيب ر بدلالة مين؟ بدلالة قاف. حتى الان بنحاول نجيب ر بدلالة القوة قاف. طيب طبعا هنا عندنا لو جينا احنا هنا بقى قلنا 3 على 5 قاف راحت بعكس الايه؟ الإشارة جنب الناحية التانية اللي هي كام؟ 22. فيبقى ايه النتيجة اللي قدامي؟ طبعا هنا ر هتساوي 22 ناقص 3 على 5 قاف. طيب مش دي نص ر؟ طيب خد الاثنين بقى اضربها هنا طرفين في وسطين، يعني اضرب الطرفين في اتنين، يبقى دي بقت 8 على 5 قاف اهي، 8 على 5 قاف بتساوي مين يا جماعة؟ بتساوي ري. ادي المعادلة اللي نتجت في اول مرة اهي كده، دي هنسميها رقم كام؟ هنسميها رقم واحد. وادي المعادلة اللي نتجت في تاني مرة، هنعمل لها بالوزن احسن من اللي ايه من اللي حصل ده اهو، واحدة واحدة كده اهي اهي. وادي المعادلة رقم اتنين. المعادلة واحد واتنين هنيجي نحلهم مع بعض بالتعويض. يبقى هاجي اشيل ر ديت واحط مكانها 8 على 5 قاف، يبقى اذا بحل المعادلة واحد واتنين، بحل المعادلة الأولى والثانية. هنقول له إيه بقى؟ إنه 8 على 5 قاف هتساوي 22 ناقص 3 على 5 قاف. وبكده لو جبنا القاف في طرف والكلام بقى في طرف، يبقى بقت 11 على 5 قاف بتساوي 22، وبالتالي هنا قيمة القاف هتساوي طبعا بالقسم على 11 للطرفين يبقى دي فيها الاثنين، يبقى القاف بقت بتساوي نشوف الوحدة المستخدمة 10 سوق للكيلو جرام. وبكده يبقى انت قدرت تستنتج القوة. لسه السؤال بتاعي ده مخلص، هو عايزي بعد ما اجيب القوة اجيب رد الفعل المحصل. طيب ناخدها بقى بقيتها في صفحة تانية اهي. فرد الفعل المحصل اللي رمزه ليه شرطة ده بيساوي ايه؟ اتفقنا ليه في جذر واحد زائد ميم تربيع. طيب وانا كان عندي رد الفعل، لا انا هستنتجه من الصفحة اللي فاتت عشان جبت القوة بعشرة، اجي احط هنا 10 في 8 على الكام؟ على الخمسة، يعني رد الفعل هنا هيساوي 16 سوق للكيلو جرام. هاخده بقى رد الفعل ده واعوض بيه في المعادلة الجاية، يبقى ده ب 16 في جذر واحد زائد معامل الاحتكاك كان بنص الكل ايه؟ الكل تربيع، فتطلع النتيجة زي ما هتطلع بقى، هتطلع بتساوي 8 جذر 5 ولاد سوق الكيلو جرام. وبكده يبقى انا حسبت رد الفعل المحصل مش رد الفعل العمودي.
اما رد الفعل العمودي كان بكام قدام عينك حالا؟ ب16. واضحه طبعا المساله ومساله مباشره متفقين عليها مسبقا، واكيد انت حليت زيها كتير، بس طبعا دي انا باخدها في اول حصه عشان انا ماهر بيها. طيب يجي بقى السؤال اللي بعده، بيقول لي وضع جسم كتلته 21 جرام على مستوى افقي خشن، وأثرنا فيه بقوتين افقيتان مقدارهم 3.5 ويحصران زاويه قياسها 60 درجه، فاصبح على وشك الايه؟ الحركه. طبعا طالما عندي قوتين اول حاجه افكر فيها اجيب محصلتهم. طيب هجيب محصلتهم وتبقى هي القوه الوحيده اللي بتاثر على الجسم، بدل ما هما اتنين هجمعهم في واحده. طيب بعد كده بقى احسب معامل الاحتكاك. يبقى الاول نجيب معامل الايه؟ الاحتكاك. نروح نحل المساله دي واحده واحده. اول حاجه هجيب محصله القوتين ازاي؟ عن طريق قانون المحصله اللي تم دراسته في اولى او ثانيه ثانوي. قانون المحصله بيقول لي ايه بقى؟ جذر قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد في قاف اتنين في جتا الزاويه المحصوره ما بين القوتين. طيب يبقى جذر القوه الاولى عندي موجوده في السؤال بتاعي بتلاته أس 2، القوة الثانية بخمسة أس 2 زائد 2 ضرب 3 ضرب 5 في جتا الزاوية المحصورة اللي هي جتا زاوية ب 60. طيب فتطلع المحصلة معايا باستخدام الآلة الحاسبة طبعا، هتطلع بتساوي في الآخر خالص ب 7 سوق للكيلو جرام. بكده بقى أقدر أقول له أنا عندي جسم أهو محطوط على مستوى أفقي، ما زلنا شغالين على الجزئيه بتاعه المستوى الافقي اهو كده، الجسم بتاعه اهو كده اهو كده بالمنظر ده الجسم بتاعي. جينا اثرنا عليه اهو، نظلل بس ديت الاول اهو الجسم اهو نظللها للاخر. طبعا لما جينا اثرنا على الجسم دوت بقوه الايه؟ المحصله، فالجسم هيميل للحركه في الاتجاه مثلا اللي انت هتفرده دلوقتي، بتفرده من فوق كده هنا، ده اتجاه الايه؟ الحركه. فاذا هنا بتحط لي المحصله اللي هي كام؟ 7. وفي عكس هذا الاتجاه بتيجي تحط لي معامل الاحتكاك في ر او كاف يعني. طبعا ده عمودي على اتجاه الحركه، يبقى ده اسمه ر، ومن تحت هنا اسمها ايه؟ اسمها واو. فبتيجي تقول لي برده كاف بتساوي كام هنا؟ بتساوي 7، يمين بيساوي ايه؟ شمال، وفوق بيساوي تحت. طيب يبقى هتيجي تكون المعادلات بتاعتك، فتيجي تقول لي كده اهو انه كاف اصبحت بتساوي 7، والكاف دي عباره عن ميم ضرب ر، بتساوي كام؟ بتساوي 7. طب ما هو انا عندي ان ال ر بتساوي الوزن، ووزن هذا الجسم كان قايل لي عليه ب 21 ثقل الجرام اهو، يبقى ر بقت بتساوي 21 ثقل الجرام، أصبحت ميم ضرب 21 تساوي 7. إذا ميم من اللي قدامنا ده بتساوي 7 على 21، يعني بتساوي 1 على كام؟ على 3. وبكده يبقى إحنا قدرنا نستنتج مع بعض معامل الاحتكاك اللي طلع بيساوي تلت. طيب المطلوب التاني بيقول لي إيه بقى؟ نرجع تاني للسؤال بتاعنا أهو نشوفه بيقول إيه؟ وإذا رفعت القوتان، يعني شلنا القوتين، وأميل المستوى تدريجيا، يعني ابتدينا نميل المستوى حتى أصبح الجسم على وشك الحركة، أوجد قياس زاوية ميل المستوى. طبعا واضح إن أنا بميل وشلت القوتين، يبقى إذا المستوى أو الجسم بيتحرك على مستوى تحت تأثير وزنه فقط، يبقى باجي أقوله كده. هو يقصد إنه حضرتك إن المستوى الأفقي ده، المستوى اللي كان أفقي تحت ده كده اهو، حضرتك بقى ابتديت تميله، ابتديت ايه؟ تميله لي واحده واحده، فبقى كده، بقى كده اهو، ده شكله اهو، ده شكل المستوى لما ابتدى يمين معايا اهو كده. فطبعا لما انا ميلت المستوى دوت، الجسم اللي محطوط هنا اصبح على وشك الايه؟ اصبح على وشك الحركه تحت تاثيره وزنه فقط اهو، ده الجسم اللي محطوط على المستوى اهو. نجيبه احنا بالرسمه بايدينا اهو على طول. الجسم اللي محطوط على المستوى هنا ده كده اصبح على وشك الحركه تحت تاثير وزنه فقط
تمام. يبقى لما يكون تحت تأثير وزنه بس، يبقى هنا في واو جاي، اتفقنا في واو جاي. طب اتفقنا بقى، يبقى زاوية الاحتكاك ساعتها هتساوي ايه؟ قلنا ان زاوية ميل المستوى على الايه؟ على الافقي، ساعتها قلنا هتساوي زاوية الاحتكاك. وصفنا ساعتها وقلنا انها هتساوي زاوية الايه؟ الاحتكاك اهي. طيب فنقدر نقول بقى ايه؟ ان زاوية الميل، ظل زاوية الميل اللي هو هي، بيساوي ايه بقى يا جماعة؟ بيساوي زاوية الاحتكاك او ظل زاوية الاحتكاك الاول اهي، ظا لام اللي هي زاوية الاحتكاك. وبالتالي ظل لام اللي هو ايه اصلا عندنا؟ اللي هو مين؟ هيساوي ظل هي، هيساوي ظل هي. اذا ظا هي اهي هتساوي 1/3. هنعمل شيفت تان عشان نجيب منها الزاوية، وبالتالي لما نعمل شيفت تان 1/3 عشان نوصل لزاوية ميل المستوى، فهتطلع معانا بالآلة الحاسبة ب 18 درجة و2 دقيقة اهو. يبقى تاني لما قال لي ان هو هيميل المستوى دوت، فهيصبح حركته تحت تأثير وزنه، لانه هو هنا قال لي انا رفعت القوتين اللي انا كنت بأثر بيهم على الجسم، فالجسم هينزلق لأسفل تحت تأثير وزنه فقط. يبقى ينزلق الجسم تحت تأثير وزنه، أو مركبة الوزن اللي مكتوب قدامك ديت، تحت تأثير مركبة الوزن بتاعتك. طيب وبالتالي في اللحظة ديت نقول إيه بقى؟ إن زاوية ميل المستوى على الأفقي هي نفسها زاوية الإيه؟ الاحتكاك. يعني ظاهي بتساوي ظلام، وأنا عندي ظلام هنا في المسألة بتساوي معامل الاحتكاك، ومعامل الاحتكاك عندي بتولت، يبقى ظاهي هتساوي تولت، يبقى شيفت تان تولت هيدينا زاوية الاحتكاك. وبكده طبعا يبقى احنا حلينا السؤال بتاعنا. طبعا حل السؤال هو برضو موجود عندك لو حبيت تاخدها من الورق اهو، موجود عندك كامل في صفحة واحدة، الصفحة التانية على طول. طيب نروح بقى للسؤال اللي بعد كده ونقف عنده النهاردة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي وضع جسم وزنه واو على مستوى افقي خشن، زاوية الاحتكاك بينهما الفا، العلامة ديت. طيب ثم شد الجسم بحبل يميل على الافق بزاوية قياسها بيتا او به، يعني زي ما انت شايفها كده مثلا. اثبت ان القوة التي تجعل الجسم على وشك الحركة تساوي واو جا الفا على جتا بيتا ناقص الفا، واستنتج ان اقل قوة تجعل الجسم على وشك الحركة تساوي واو جا الفا واوجد اتجاهها. طيب المسألة دي يا اولاد ليها طريقتين عندنا في الحل. الحل الاول والسهل والسريع ان انت تحلها عن طريق قاعدة لامي، اللي انت تيجي تقول لي ادي الجسم بتاعي، جينا قصرنا عليه بقوة زي ما انت شايف كده، معرفش اتجاهها فين، معرفش اتجاه فين، بس قال لي اتجاهها بيميل على الافق بزاويه اسمها ب بيتا زي ما انت شايف كده. بحب اقولها ب، انا لو ما تعرفش ان دي اسمها بيتا، بس انت اكيد واخد الاشعه دي وعارفها ان دي بيتا ودي الفا. طيب وهنا الوزن الاسفل وفوق رد الايه؟ الفعل. لو دي بيتا يبقى اللي فوقيها دي بقيتها من 90، لان دول مجموعهم بكام؟ ب 90. امال ليه مثلا حضرتك عامل الخط دوت بعيد شويه عن الخط دوت؟ ما عشان يبان بس ان هنا في قوه بتتحلل، لكن الاثنين دولت الخطين دولت يعتبر منطبقين على مستوى، يعني ده افقي مع الافقي تمام. فاذا كانت دي كلها ب 90 يبقى دي بيتا، يبقى دي 90 ناقص بيتا. طيب ما بين بقى طبعا رد الفعل المحاصر اللي هي الشرطه ورد الفعل العمودي موجود هنا زاويه اسمها الفا اللي هي زاويه الاحتكاك تمام. وهنا طبعا الجسم على وشك الحركه، يبقى الناحيه الثانيه هنا بحط ميم ر. تعالى بقى نستخدم قاعده لامي. قاعده لامي هنا بترجع دايما للاساسيات اللي هي ايه بقى؟ القوة الاصلية قاف، ورد الفعل الاساسي اللي هو مجهول الاتجاه اللي هو اسمه ليه الشرطة دوت، يعني نسميه رد فعل محاصر واو. فبتيجي هنا تاخد اول حاجة هتبدأ تاخدها عندك هنا واو على جهة زاوية محصورة ما بين القوتين الاخرين اللي هي قاف وليه شرطة، يبقى واو على جهة 90 ناقص بيتا زائد الفا، ادي واحدة. طيب هو عايز يثبت ان القوة يبقى قاف على جا الزاوية اللي ما بين ليه شرطة وما بين واو اللي هي بتساوي ايه بقى يا جماعة؟ 90 زائد
90 ناقص الفا اللي هي دي، 90 ناقص الفا اللي هي المكمله للجزء دوت. تمام، فقدامك اهي. طبعا هتساوي ايه الشرطه لو حبينا ناخد على ج 90 زائد بيتا؟ وبالتالي هنا انا عايز اجيب قاف، فباجي اقول له كده طرفين في ايه؟ في وسطين، عشان اقدر اوصل منها للي انا عايزه. يبقى قاف هتساوي واو، طبعا هنا اتحولت كل النسب بقى 180 ناقص اتحولت لجا الفا، وال90 غيرت الجا فخليتها لي جتا الفا ناقص بيتا اهيت، صح كده؟ الفا ناقص ايه؟ بيتا. ونخدنا سالب عامل مشترك، طبعا كده كده الجتا بتمتص السالب، فبقت بيتا ناقص ايه؟ ناقص الفا. طبعا احنا هناخد المثال ده حالا ونحله واحده واحده، بس انا حابب ان انا استعرض حله الاول كده معاك قرايه. يبقى ق بقت بتساوي واو في جا الفا على جتا بيتا ناقص الفا، وتكون هي ديت اصغر القوة عندما يكون المقام طبعا اكبر ما ايه؟ ما يمكن، لان ده كسر. كلما زودنا قيمة الايه؟ المقام، كلما الكسر ده قيمته قلت مش زادت. طيب، وبالتالي هنا الجتا بيتا ناقص الفا اكبر حاجة لقيمة الجتا هي قيمة واحد، لان الجتا والجاب تنحصر دايما ما بين واحد وسالب واحد، فاكبر حاجة واحد، يبقى العظمى هنا واحد، فجتا بيتا ناقص الفا بقت بتساوي واحد. شيفت كوزاين طبعا يبقى بيتا ناقص الفا هتساوي صفر، وبالتالي الفا هتساوي ايه؟ بيتا، وده الشرط اللازم لذلك. طب تعالى نحل المثال ده واحده واحده احنا مع بعض ونشوف حله هيمشي ازاي معانا اهو. فلو جيت خدت حله استعرضته معاك اهو واحده واحده، ادي المستوى، وعندنا هنا في جسم موضوع على ذلك المستوى كده اهو، وطبعا هنا بتيجي تاخد بقى العلامات بتاعتك، يبقى ده رد الفعل اهو بالمنظر ده كده. وهنا طبعا بنعمل نكمل بس حرف الزائد الاول، اول ما يقول لي مستوى مايل يبقى لا بد ان انا اكمل حرف الزائد بتاعي. مستوى محطوط عليه جسم يبقى لازم انا اكمل حرف الزائد بتاعي اهو كده. وطبعا هنا في قوه مايله ايضا كده، دي كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها. تعالى بقى هنا كده واحده واحده، ما بين القوه والمستوى قال لي في هنا زاويه اسمها بيتا كده. طيب يبقى دي القوه. ما بين رد الفعل، طبعا هنا هناخد رد الفعل المحصل نعمله ضلع برضه، لان لو استخدمنا قاعده لامي لازم نستخدم الاساسيات اهي. ده رد الفعل الايه؟ المحصل بتاعنا. ما بين رد الفعل المحصل وري في هنا الزاويه سميها لي ايه؟ سميها لي الفا كده، هو قال لي كده. طيب تعالى بقى واحده واحده ندرس بقيه الزوايا اللي موجوده عندنا، وده الوزن طبعا، وده كاف الاحتكاك بتاعنا. ما بين لو دي بيتا، مش دي كلها ب 90 يا جماعه؟ دي كلها كده كزاويه بكام؟ ب 90 درجه. لو دي بيتا يبقى دي اسمها ايه؟ 90 ناقص بيتا. واحده واحده اهي، ادي اول واحده. طيب وبعدين لو دي الفا يبقى دي اسمها ايه؟ 90 ناقص الفا اهي كده. ودي بكام هنا؟ ودي ب 90 درجه. ودي بكام هنا؟ ب 90 درجه. طيب قاعده لامي بتشتغل على انهي اضلاع؟ الاضلاع اللي انا هعملها لك باللحظه اهي عشان تبقى باينه معاك كده وكده، ماشيين معاها اهي واحده واحده. وده الاضلاع، دي الاضلاع الاساسيه اللي هي القوه الاساسيه اللي عندي. يبقى لو جيت خدت قاف اخدها على جا، الزاويه المحصوره ما بين القوتين دول اللي هي اسمها ايه بقى؟ 90 و90 180 ناقص الفا. يبقى ادي اول واحده قاف هتبقى على جا 180 ناقص الفا، ادي واحده. دي هتساوي، هتاخد بقى طبعا لو جينا خدنا واو هتبقى على جا الزاويه دي برضو اهي بلون تاني اهي الزاويه دي. طب هي الزاويه دي بكام لو خدنا واو اهو؟ مش هيبان طبعا اللون ده معاك اهو، نعملها اهو واو على جا هتبقى 90 ناقص بيتا زائد الفا. ده الجزء المؤثر عندي في الايه؟ في الحال. تعالى بقى نستنتج منها قاف، بس الاول ال 180 دي تتغير؟ لا، هتفضل الجا جا. طبعا 180 ناقص في ربع الثاني والجا موجبه في ربع الثاني، يبقى دي اصبحت قاف على جا الفا اهي بتساوي واو. طبعا هي ال 90 ديت لو خدنا 90 ناقص عامل مشترك كده تحتيها اهي، فتبقى دي بيتا ناقص الفا بالمنظر ده كده.
فالجمع على 90 تتغير تصبح جتا بيتا ناقص الفا. ايوه بدل ما ناخد سالب لسه عامل مشترك والجتا تمتص والكلام ده. طيب انا عايز اوجد قاف، فنقول له ان قاف بقت بتساوي واو في جا الفا على جتا بيتا ناقص الفا بالمنظر ده كده. ممكن طبعا دي تقابلها هيه ويه عادي تمام، بس انا قلت اجيب السؤال بشكل جديد كده بحيث برضو انت تبقى عارف انت هتتعامل معاها ازاي ما تخضش منها. طيب هي هي يعني انا عايز القاف دي بقى تبقى اكبر ولا اصغر ما يمكن، تفرق معايا. انا عايز القاف هنا القوه اللي بتجعل الجسم على وشك الايه الحركه، عايزها اقل ما يمكن، اقل ما يمكن، او عايز اثبتها انها تكون اقل ما يمكن لما تبقى القاف بتساوي واو جا الفا. طيب لكي اهو لكي تكون قاف اقل ما يمكن لابد وان تكون قيمه المقام اكبر ما يمكن. ليه بقى؟ ليه قيمة المقام تبقى أكبر ما يمكن يا ولاد؟ لأنه سيادتك لما يكون عندك كده في الهامش أهو، هامش كده أهو على جنب، مقارنة ما بين القصور الآتية بسرعة كده، النص أكبر ولا التلت؟ النص طبعا. طب والتلت أكبر ولا الربع؟ طبعا ما بيساويش بعض، بس أنا بعمل مقارنة، التلت أكبر ولا الربع؟ التلت طبعا. طب والربع اكبر ولا الخمس؟ الخمس برضو اصغر من مين؟ من الربع، يعني الربع اكبر من الخمس. وبالتالي كلما زودنا في الرقم اللي موجود في المقام قلت قيمة الكسر، قلت قيمة الكسر. حلو، يبقى انا عايز القوة دي تبقى اصغر ما يمكن، يبقى علي ان انا اخلي المقام اكبر حاجة. طيب هو المقام اسمه ايه بقى؟ اسم سيادته جتا بيتا ناقص الفا. عشان يبقى اكبر حاجه عندي اعمل ايه؟ اقول له اكبر قيمه للجتا. دايما الجتا يا اولاد زاويه سيتا بتنحصر ما بين سالب واحد وواحد، دي القيمه الصغرى، دي اصغر حاجه ودي اكبر حاجه. طب انا عايز الجتا تبقى اكبر حاجه، ما انا قلت المقام عايزه اكبره على قد ما اقدر عشان قيمه الكسر تقل، يبقى اكبر حاجه بكام؟ بواحد. يبقى جتا بيتا ناقص الفا هتساوي كام عندي؟ واحد، ده واحد صحيح تمام. يبقى اذا لو عملت شيفت كوزين واحد يبقى بيتا ناقص الفا هتساوي كام؟ هتساوي صفر. يبقى الواحد هنا الشيفت كوزين بتاعه بيطلع صفر، وبالتالي يبقى زاويه بيتا هتساوي زاوية الفا. لان هودي الفا بعكس الايه؟ الاشارة. يبقى الزاويتين قد بعض، زاوية اللي هي كانت ما بين القوة والمساواة الافقي بقت قد زاوية الاحتكاك، وبالتالي اذا ق بقت بتساوي لان المقام بقى واحد يبقى واو جا، واو جا ايه مكتوبة فوق اهي، واو جا الفا اهيت على واحد، يعني هتساوي واو جا الفا، وده بقى احنا بنسميه الشرط اللازم لذلك. يبقى ده اسمه الشرط اللازم لكي تكون القوه اقل ما ايه؟ اقل ما يمكن. طيب هديك انا بقى اخر مثال اهو، هسيبه لك انت في الواجب بتاعك تحله النهارده، هنعتبر ده واجب، والمره الجايه ان شاء الله نشرحه ونبدا من عنده ونكمل شغلنا. هو محلول خلي بالك، بس انت طبعا مش هتبص على حله انا عارف، بس يمكن انا اقول لك على فكرته كده وانت تجرب تاني فيه. وضع جسم وزنه 30 سكر كيلو جرام على مستوى افقي، فلوحظ انه على وشك الانزلاق عندما كان المستوى يميل على الافقي بزاويه قياسها كام؟ 30. خلي بالك انه على وشك الانزلاق يبقى تحت تاثير وزنه، يبقى معامل الاحتكاك هو الظاهر 30، يعني بواحد على جذر 3، او نقول عليها جذر 3 على 3. طيب يبقى المعلومه السطر الاول ده هو مديني فيه معامل الايه؟ الاحتكاك بواحد على جذر 3. هنبدا بقى نرسم من اول دلوقتي، اصل في طلبه بترسم قبل كده، لا هو مش غلط انك ترسمها قبل كده، بس هو مش برضه مش صح. ليه؟ لانه السطر دوت انت كطالب فاهم
انت بتعمل ايه كويس، يبقى حضرتك لازم تبقى فاهم ان الجسم طالما على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، اذا تزود الميل اللي هو هيديها لي حالا هي معامل الاحتكاك. بعد كده بقى طالما دخلنا في جزئيه جديده في السؤال نبدا نرسم بقى من عندها. طيب يبقى كده هو مديني بس ميم بواحد على جذر ايه 3 عن طريق ظل ال 30. فاذا اصبح المستوى افقي، شفت بقى احنا قلنا عشان كده قلت ما ترسمش من الاول، اوجد القوة التي تميل على الافق بزاوية قياسة 60 لتجعل الجسم على وشك الحركة. طبعا هنا القوة مايلة يبقى لابد انك تحللها، لان ما بتعملش قلنا مع قوة مايلة، هتحللها قاف جتا 60 مع المستوى الافقي وقاف جا 60 وتحط من الناحية اللي فيها الجا ديت هتحط فوقيها ر، يبقى عندك قوتين فوق هتساوي واحدة تحت ويمين هيساوي شمال وتحل المسألة بتاعتك عادي. إيه النهارده طبعا المثال موجود قدامكم، اخر مثال وقفنا عنده 4. طبعا الورق كله هينزل لك على اليوتيوب زي ما اتفقنا خلاص. هتاخد الورق وتجهز لي شغلك فيه المره الجايه ان شاء الله نكمل شغلنا. طبعا السنه بتقرب والوقت بيقرب وانت عليك انك تجتهد وتذاكر اكتر حاجه تقدر تعملها، مفيش وقت للكلام. يمكن وقتنا كله اللي باقي قليل جدا والسنه عدت بسرعه. اتمنى ليكم التوفيق، اشوفكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله. كان معكم الأستاذ عمرو الألفي على موقعكم المفضل كايرو دار اليوم السابع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.